نهضتنا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ومواية الإمارات 2071. الجميع ابتكروا وابدعوا وطوروا عملكم لتحقيق هذه الرؤية. Always thinking forward in what we're doing today, but trying to figure out how we can do it better and in a much different way in the future. الابتكار هو ثمرة تقدم الأمم ونهضتها نحو المستقبل وسعيها الدؤوم للتطوير وتحقيق الاستدامة وكذلك استشراف المستقبل.